مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة والحياة في العالمين. أجواء ولا أروع، أجواء ساحرة مبهجة، كل الناس مبسوطة جدا بكل الفعاليات اللي بتقام هنا في العالم عالمين، وهو المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط. حقيقة فعاليات كتير، منها الموسيقية والفنية والثقافية والرياضية والطعام، وكمان مهرجان نبتة الأطفال. هنتكلم عن كل تفصيلة فيه بالتفصيل اللي يعني يشبعكم معلومات عن اللي بيحصل هنا في العالمين. طبعا دايما بيقولوا ان الصورة بألف كلمة، عايز اقول ان هنا في العالم العالمين الصورة بمليون كلمة. الجو فعلا فعلا رائع، وبدعوكم كلكم للمشاركة لغاية اخر شهر اغسطس، وتيجوا هنا تشرفونا في العالم العالمين. خلوني في البداية اقول لكم ان طبعا الحفلات الاهم اللي موجودة الاسبوع ده حفلتين كبار جدا جدا جدا. اول حفلة هتكون يوم الخميس يوم 18 للنجم الكبير القيصر كاظم الساهر، وبعديه على طول هيكون يوم الجمعة الحفلة للنجمة الكبيرة العربية ماجدة الرومي، وهتكون بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي. الحقيقة كمان ان النجمة الكبيرة ماجدة الرومي هتغني اغنية او اغنيتين من الحان النجم الكبير كاظم الساهر، وده بيبين لنا قد ايه في تعاون وفي محبة وفي التحام شديد جدا في الاجواء هنا اللي بتحصل في العالم عالمين. كلنا في تكاتف كبير جدا لانجاح هذا المهرجان واسعاد كل الجماهير. الشركة المتحدة بتبذل مجهود كبير جدا وبتتعاون مع كل المؤسسات لاسعاد جماهير المصرية والعربية كمان. عايزة أقول إن المحبي الأنشطة الرياضية طبعا في نجوم كرة القدم، هيكون في مباراة كبيرة جدا لأساطير كرة القدم، النجوم الكبار هتكون في كرة القدم في الملعب الشاطئي، كرة رملية، وكمان هتكون فيها نجوم كبار جدا من نجوم أساطير النادي الأهلي ونادي الزمالك. احنا شفناهم الحقيقة السنة اللي فاتت، وكانت مباراة فعلا رائعة، كانت أجواء يعني ساخنة جدا جدا بين الفريقين، وكان في إقبال جماهيري كبير جدا جدا جدا، وده المتوقع كمان إن احنا نشوفه السنة دي. عايزة أقول إن المرحلة الأولى لحفل النجم الكبير كاظم الساهر والنجمة ماجدة الرومي من التذاكر خلاص خلصت خالص، والتانية كمان على وشك الانتهاء، فنلحق نحجز على طول على موقع تذكرتي اللي موجود على الإنترنت، وكمان نحجز من خلال مواقع تذكرتي اللي موجودة في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة وكمان الإسكندرية. ولو هتيجي العالمين عشان تحجز ففي بوسس كتير جدا موجوده دلوقتي. عايزه اقول كمان ان في خبر ان حفل عمرو دياب اللي هو لسه في شهر 8 تقريبا خلاص اوشكت التذاكر على ان هي تخلص، المرحله الاولى اوشكت ان هي يعني المرحله الاولى خلصت والمرحله الثانيه خلاص كمان ابتدينا فيها واوشكت ان هي تخلص. طبعا النجم عمرو دياب ليه جماهير كبيره جدا جدا جدا، والناس ابتدت تحجز من فتره طويله للحضور للحفل. بالنسبة للفعاليات الرياضية كمان في البينت بول والبادل كرة القدم، وفي الرياضات الشاطئية والمائية، وفي كمان لمحبي بقى الفنون
الشعبية ده موجود في المسرح الروماني، في المدينة التراثية، في مجموعة عروض للرقصات الشعبية والفولكلورية كتير جدا. امبارح وبقالنا فترة بنتفرج، كل فرقة من الفرق لها طابع خاص مميزها، كل محافظة لها الرقصة التراثية بتاعتها، فاحنا مستمتعين جدا بيها. النهاردة احنا منتظرين ان احنا كمان نشوف رقصة للصعيدية. النهاردة رقصات الصعيدية هي اللي هتكون بطلة المنطقة الترفيهية النهاردة معانا في مهرجان العالم عالمين. ونروح دلوقتي لزميلي عبد الرحمن الدروي اللي موجود في المنطقة الترفيهية معانا على الهواء، وبرحب بيك يا عبد الرحمن. برحب بيك يا منى، وبرحب بكل السادة المشاهدين مشاهدينا في كل مكان، مستمرين في متابعة فعاليات مهرجان العالمين للدورة الثانية على التوالي، واللي بيرفع شعار العالم عالمين داخل مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة. مدينة العالمين الجديدة اللي تم إنشائها في وقت قليل جدا علشان يعني تكون وجهة سياحية للدولة المصرية أمام دول العالم، علشان كده شفنا عدد كبير جدا وإقبال كبير من الزوار على فعاليات مهرجان العالمين وعلى معالم مدينة العالمين الجديدة. طيب خلينا نتكلم عن الجميل في الموضوع في مهرجان العالمين، إن إدارة المهرجان حريصة على تخصيص أماكن معينة بيتم استقبال فيها كل الفعاليات المختلفة والمتنوعة تحت إطار مهرجان العالمين. من ضمن الفعاليات دي الفعاليات الرياضية والفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية. أنا هنا موجود في منطقة اليو أرينا، المنطقة اللي تم إنجازها في وقت قليل جدا علشان تكون قادرة على استيعاب عدد كبير جدا من الزائرين. هطلع من الكاميرا واستعرض مع حضرتك منطقة اليو أرينا عبارة عن إيه. منطقة اليو أرينا قادرة إن هي تستقبل 30 ألف زائر للاستمتاع ولحضور كل الحفلات الغنائية اللي بيقدمها مهرجان العالمين طول فترته داخل مدينة العالمين الجديدة، منقسمة إلى عدة أقسام: مناطق خدمية يعني بيكون محتاج ليها الزائر خلال حضوره للحفلات الغنائية، وبارك كبير جدا قادر إنه يستوعب عدد كبير من السيارات للزائرين اللي بيتوافدوا على منطقة اليو أرينا. إنجاز عظيم حصل في وقت قليل جدا علشان يكون مخصص لاستقبال كل الحفلات الغنائية من نجوم الوطن العربي خلال فترة المهرجان. مش بس كده، ده كمان في مناطق تانية كتير قوي مخصصة لاستقبال كل الفعاليات، لكن أنا موجود هنا من منطقة اليو أرينا علشان يعني بيتم الاستعداد وبيتم التجهيز علشان نستقبل حفلة الفنان كاظم الساهر وحفلة الفنانة ماجدة الرومي يوم 18 ويوم 19 يوليو بإذن الله تعالى. ودايما متعودين على الإقبال الكبير والمكثف، يعني احنا شفنا المشهد ده وشفنا المناظر الجميلة اللي تعودنا عليها دايما طول فترة المهرجان في حفلة الفنان الكينج محمد منير في الأسبوع الأول من مهرجان العالمين، ومتوقعين إن احنا نشوف إقبال كبير جدا على حفلة الفنان كاظم الساهر والفنانة ماجدة الرومي خلال آخر الأسبوع بإذن الله تعالى. كل التفاصيل إليكي الزميلة منى، وإليك العودة مرة أخرى. شكرا عبد الرحمن الدروي زميلي العزيز من منطقة اليو أرينا. ومشاهدينا يعني نطلع فاصل ونرجع تاني ونبدأ مع بعض على طول بقى أول فقراتنا. في إطار ما تقوم به الدولة المصرية من عمليات التطوير والميكنة لمؤسساتها كافة، تشهد الهيئة العامة للرقابة المالية شراكات استراتيجية لتسريع الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث وقعت الرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وشراكة أخرى ما بين شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة إي أند مصر لتسويق وتوزيع وثائق التأمين من خلال 52 فرعاً لشركة الاتصالات. بنأمل أن هذا التعاون والجهد اللي بذل من قبل الهيئة سواء للترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا
أو أيضا القواعد الخاصة بالتعرف على العميل وقواعد المطلوبة للأمن السبراني، كل هذه المسائل في التطبيقات والتي أصدرناها يبقى لها تأثير طيب، وبالفعل بدأنا نشهد تحول جذري بإذن الله في هذا المضمار. من خلال الاتفاقية دي بتتيح لشركة مصر تأمين الحياة التواجد في فروع شركة اتصالات لعملية تسويق المنتجات التأمينية وإتاحتها لعملاء شركة اتصالات داخل الفروع. توفير بيئة عمل تحفز الشركات على الاستثمار والتوسع في القطاع المالي غير المصرفي هو الهدف الرئيسي للشراكات الجديدة التي تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية. احنا سعداء النهاردة طبعا بتوقيع الشراكة اللي هي الأولى من نوعها في السوق المصري، بنسعى من خلالها لتقديم خدمات تأمينية متميزة لعملاء الشركتين، ومن ضمن الخدمات التأمينية ان احنا بنقدم منتجات ديجيتال اند تو اند، ودي يمكن اول مرة تقدم في السوق المصري. ده هيوفر للعملاء ثلاث نواحي اساسية، الناحية الاولى ان احنا هنوفر منتج تحت مظلة التأمين المتناهي الصغر، تاني ناحية هنوفر منتج رقمي اللي هي وثيقة معاش رقمية، ودي العميل هيقدر ياخدها عن طريق ابلكيشن ماي اتصالات. الناحية الثالثة والأخيرة هيتم توفير باقة من المنتجات المختلفة عن طريق فروع شركة اي اند مصر. يعد هذا التحالف الاستراتيجي هو الأول من نوعه في السوق المصري للخدمات المالية والاتصالات، والذي يقدم تطورا ملموسا ينتج عنه زيادة معدلات النمو وانتشار أوسع للوعي التأميني في السوق المصري واستخدامات التكنولوجيا المالية. وسط السحر والجمال وبالقرب من أبراج العالمين الجديدة وتحديدا بالمنطقة الترفيهية، شاركت وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة بفعاليات متنوعة منها السيرك القومي. بنتشرف ان احنا جينا مدينة العالمين، مدينة جميلة جدا، الجمهور بيتفاعل معانا بكثرة. اللطيف ان بيتم مشاركة الاطفال، والاطفال كانوا شاطرين النهاردة جدا في مهرجان العالمين، فاجئوني. اول مرة اشارك في مهرجان العالمين وليا الشرف النهاردة زي ما انت كنت شايف العرض الجميل، والجمهور كله مبسوط وسعيد. تفاعل واسع من الجمهور وسط فرحة واستمتاع بالاجواء الجميلة بمدينة العالمين الجديدة، كانت هي الشعور السائد على وجوه المواطنين. اكتر حد عجبني في السيرك والسحر، بيعمل فقرات حلوة يعني بيبهرنا فعلا. حلو جدا، وفكره الساحر حلوه. الساحر كان جامد قوي، شفت الساحر وشفت الاراجوز وشفت حاجات كثيره. لسه مهرجان العالم عالمين مستمر في تقديم تجربه فريده في مصر للجمهور بتقديم كل انواع الفنون والثقافه. بجدد التحية بكل مشاهدي قناة الحياة والحياة في العالمين، وتغطية خاصة جدا من قناة الحياة لمهرجان العالم عالمين. دلوقتي معنا ضيفنا الأستاذ أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، منورين العالمين. أنا منورة بأهلها الحقيقة وبالناس اللي عملت جهد كبير جدا لاستقبالنا. احنا بنشكركم جدا على الجهد والفعاليات الكتير اللي احنا كلنا مستمتعين بيها الحقيقة. عفوا يا فندم، ده شرفنا طبعا، وبتوجيهات معالي الوزير والوزيرة السابقة يعني، واستكمالا مع معالي الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو، تم إعداد برنامج مكثف للأنشطة الفنية بمدينة العالمين. يعني احنا على المستوى الشخصي فرحانين جدا بالانجاز الجميل اللي حصل في الساحل الشمالي وبالذات في مدينة العالمين الجديدة. دي تاني سنة لينا في مهرجان العالم عالمين، ان شاء الله في السنوات القادمة ان شاء الله هيكون في تطوير اكتر. السنة دي احنا عاملين برنامج بدأ من يوم 14 يوليو ومستمر حتى 21 اغسطس. بنستقبل فرق الفنون الشعبية والتراثية والفنون التلقائية من جميع محافظات
مصر، يعني كان في الافتتاح معانا فرقة الحرية للفنون الشعبية، قدمت رقصات الصيادين والفرح الاسكندراني وأوبريت تحيا مصر على استعراضات جميلة جدا حديثة. في فرقة التنورة برضو قدمت كرنفال جميل في تفاعل مع المواطنين اللي موجودين على الشط وعلى الكورنيش. فرقة التنورة يعني عشان حضرتك اتكلمت عليها دلوقتي، أجواءها الروحانية كانت رائعة، وكانوا بيعملوا حاجة اسمها التحميلة. طبعا يا فندم. ممكن بقى تشرح لنا ايه هي التحميلة؟ فرقة التنورة في وزارة الثقافة وفي قطاع الفنون الشعبية الاستعراضية وفي هيئة العامة لشؤون الثقافة بتقدم الموسيقى الروحانية مع العروض، الحركات التلقائية والحركات اللي بتعبر عن التراث المولوي، عن الذكر، الحركة وتناسقها بتعجب الناس جدا مع الألوان الجميلة للتنورة نفسها اللي موجودة في تناسقها، سواء كان المؤدي مؤدي شخص فردي أو مجموعة من ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بتحيي البهجة وبيبقى المنظر العام جميل وتفاعل الجمهور بيبقى معاها جميل أكتر. يعني ليها كذا يوم ويعني مستمرة معانا التنورة؟ التنورة كانت موجودة أول يوم اللي هو يوم الأحد ومبارح الاثنين، ومعاها فنون شعبية، معاها كان فرقة إيقاعات شرقية، فرقة جميلة جدا، مجموعة من الفتيات والشباب ولسه راجعين حتى من فنزويلا، كانوا في مهرجان هناك. في العروض للفنون الشعبية للأنفوشي تعبر عن التراث الإسكندراني طبعا، عشان يبقى في تنوع في الرقصات. كل يوم في عرض بروح معينة؟ يوميا في عرضين يا فندم. عرضين، عرض من الإسكندرية وعرض من احدى المحافظات. احنا واخدين من اسكندريه مكمله معانا على طول طبعا، يعني هي الاقرب للقلوب الجميع في جمهوريه مصر العربيه، يعني اهل اسكندريه اكيد، وهي الامتداد الاول للساحل الشمالي يعني. اكيد طبعا. استاذ احمد، كل هذه الفعاليات برعايه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، عايزه حضرتك تكلمنا عن التوصيات اللي طلبتها من وزاره الثقافه الشركه المتحده اللي خرجت لنا كل هذه الفعاليات بكل هذه المتعة. هو على مدار العامين السابق والحالي كانت التوصيات بأن احنا نوفر للجمهور الموجود في العالمين التراث الشعبي من مختلف محافظات مصر. احنا بنقدم مثلا من الجنوب فرق من الغردقة وأسوان والأقصر، بنقدم من القناة وسينا، بنقدم من الإسماعيلية والعريش، بنقدم من الفلاحي الشرقية، إلى جانب طبعا الفنون الخاصة بمحافظة اسكندرية وهي محافظة أم الفنون. يعني التوصيات برضو كانت إقامة الفعاليات على الممشى وسط الجمهور، يعني في تفاعل، يعني ما فيش حواجز ما بين المؤديين وبين الجمهور تقريبا، يعني الناس كلها بتشترك معاهم في الغناء والرأس، يعني بيكون لهم حركة وبيكونوا مبسوطين جدا، حتى ان في بعض الناس يعني والفرقة بتختتم أعمالها بيبقوا زعلانين، يعني بيقولوا انتم مروحين وكده، فبيقولهم يعني ايه ان شاء الله موجودين بكرة وفي غيرنا موجود وجاي. ده شيء جميل جدا ان احنا يعني نعتز بمدينة العالمين الجديدة ونفرح بيها، ولنا ان احنا نفخر بان احنا عندنا مدينة بهذا الجمال. يعني مش معقول يكون عندنا كمية الشواطئ والمناخ الجميل ده والمدينة الجميلة ديت وما نفرحش بيها وما بينش فيها تراث مصر وفنون مصر وأصالة مصر وتاريخ مصر. انت هنا ما بتحتاجش تشتغل تكييف. طبعا الجو رائع طبعًا. ومفيش رطوبه والجو فعلا حلو. لا طبعا جداً. انا على مدار ساعتين جاي من اسكندريه في العربيه تكييف، يعني لما جيت هنا من غيره يعني حاجه رائعه، رائعه يعني جداً. حاجه رائعه يعني يعني هبه وهبها ربنا لمصر مع اللي عملته القياده السياسيه في البناء والتعمير في الطرق والكباري، حاجه رهيبه جدا. يعني حضرتك انا على مدار 25 او 30 سنه كنت بسافر من اسكندريه لمطروح، كميه الطرق والكباري اللي اتعملت في العشر سنوات الأخيرة والمحاور، وإن أنا أجي من القاهرة عن طريق محور الضبعة أو العالمين للساحل الشمالي لمطروح أو من اسكندرية الساحل الشمالي لمطروح اتغيرت تماما، وده سهل علينا. أنا أتمنى إن شاء الله إن يعني تزداد وفرحة الناس بيها تزداد وثقتهم وزيارتهم ليها، وده أكيد هينمي كمان الحركة الاقتصادية والسياحة في مصر. أكيد طبعا، وهو ده طبعا الهدف الأسمى طبعا. أكيد طبعا. أستاذ أحمد، أنا شفت الأراجوز وشفت الليلة الكبيرة وشفت
حاجات حلوة كتير جدا، والسيرك كل ده عملنا نوستالجيا كبيرة جدا. كنتوا مهتمين جدا بالحفاظ على الهوية والحفاظ على التراث، تم اختيار الحاجات دي كلها ازاي؟ بص يا فندم، يعني احنا بنواجه الايام ديت نوع من الثقافه الغريبه جدا في الغناء وفي الشارع، في التكاتك وفي العربيات، في كميه الاغاني والثقافات الدخيله علينا. كان من واجب علينا ان احنا نهتم بالاصاله والعراقه والتقاليد القديمه، ومن خلال حاجات بسيطه تقدر ندخل بها للطفل وللشباب وللكبير، احنا نذكرهم بالمقدمه بتاعت ليالي الحلميه، بتاعت بتاعت ريا وسكينة، الأغاني اللي في ريا وسكينة، الحاجات القديمة دي كلها، يعني أسلوب مبسط إن إحنا نرجع الثقافة والتقاليد ونبني في الناس العادات الجميلة والقيم عن اللي بيحصل اليومين دولت. فالحمد لله أنا أعتقد اتجاه الهيئة في إن هي تتناول الحاجات الإعلامية القديمة من مسلسلات وأفلام ومسرحيات ومقدمات المسلسلات والأغاني اللي كانت والاستعراضات اللي في المسرحية، ده أسلوب سهل ومبسط جميل جدا لتوصيل الفكرة واستعادة التقاليد الجميلة والعادات الرشيدة بتاعت بلدنا الجميلة. أستاذ أحمد، في عروض كمان مسرحية وفنية كتير بتقام، الشركة المتحدة بتعملها مع بالتعاون مع وزارة الثقافة على المسرح الروماني. لو حضرتك تكلمني بقى على الفعاليات. لا، هو يعني الروماني. البرنامج عندنا اللي احنا وزارة الثقافة هذا العام مهتم أكتر بالشكل الكرنفالي وبتقديم التراث برضو في صورة، يعني أنا مقدم الفرح الإسكندراني أو الصيادين أو السوق السمك، هي عبارة عن قصة. هي عبارة عن قصة، هو من خلال تابلوهات فيها صيادين، فيها بياعين السمك بالطاولات بتاعتهم، البنوتات بتوعنا لابسين اللبس الإسكندراني والملاية وبتشتري وبتتجاوب مع البيع السمك وبتفصله في السمك من خلال أغاني، وبتنتهي التابلو الجميل ده بنهاية الفكرة اللي احنا عايزين نقدمها عن ان في حاجة اسمها السوق السمك الاسكندراني وازاي الناس بتتعامل فيه، كل ده من خلال الموسيقى، من خلال اللبس، من خلال الحركة، من خلال الموتيفات كمان اللي بتستخدم في زي الغلق بتاع او الاكسسوارات اللي موجودة الخاصة بتاعت السوق والطاولة الخشب والحاجات دي كلها. فهي برضو يعني يعتبر عرض مبسط، عرض مسرحي. ده امتى العرض ده هيكون؟ هو كان اول امبارح وهيتكرر ان شاء الله، والنهاردة على فكرة في فرقة الانفوشي للفنون الشعبية هتقدم برضو هذا التراث ان شاء الله. نفسه هو بنبدأ الساعة 10 هيكونوا موجودين ان شاء الله فرقة الانفوشي للفنون الشعبية بإذن الله. والصعيدية امتى؟ عندنا طبعا يوم 6 و8 أسوان، وعندنا في الأسبوع اللي قبليه، يعني البرنامج بس احنا ممكن نبقى نبعته او هو نازل على الميديا على صفحة الوزارة وعلى صفحة الهيئة العامة لأصول الثقافة، في الأقصر موجودة معانا، الوادي الجديد، المنيا، وملاوي كانت أول يومين، يعني من وجه الصعيد عندنا الأقصر والغردقة وملاوي وأسيوط والوادي الجديد، عندنا من الشمال من السواحل عندنا العريش والإسماعيلية. تحية ليهم طبعا، تحية كل محافظات مصر الحقيقة. طبعا 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 احنا بلدنا جميلة على فكرة جدا، وتراثنا جميل، وشعبنا جميل، وجونا جميل، كل ده لما يتجمع في منظومة. انت منحاز لإسكندرية شوية أستاذ أحمد. طبعا أكيد طبعا. على فكرة كل المصريين، يعني الإسكندراني بيحب إسكندرية جدا، واللي مش إسكندراني بيقول أنا بحب جدا أكون موجود في إسكندرية، وفي الشتاء قبل الصيف كمان. أستاذ أحمد، إيه اللي اختلف من الأنشطة والفعاليات من عن السنة اللي فاتت؟ يعني إحنا السنة اللي فاتت كانت أول سنة بنجرب فيها مهرجان العالم عالمين، كان يعني ما كناش نعرف طبيعة المكان اللي إحنا هنقف فيه والجمهور شكله إيه، بيستقبل الخدمة الفنية إزاي، التضافر كمان الفقرات. السنة دي عملنا حاجة كويسة جدا ان الفرقتين او الثلاث فرق بيكونوا جاهزين، يعني اول امبارح كانت التنورة موجودة والساحر وفرقة حرة فنون شعبية في مكان واحد. السنة اللي فاتت كنا بنشتغلوا في ثلاث أماكن على التوالي، لا احنا اشتغلنا في مكان واحد بيجمع كل المشاهدين أو المصطفين اللي موجودين،
لغايه عبال ما الفرقه بتجهز بتكون فرقه تانية خلصت. بحيث يعني بنشوف فقره الساحر، بعديها يهدوا شويه بالتنوره، بعديها يخشوا في حاجه جديده في الفنون الشعبيه والاستعراضيه لفرقه الحريه وعرض من العروض اللي بتحكي حاجه يعني في حاكي. نرجع بنكمل تاني، وان شاء الله يعني باذن الله يعني اتمنى اثناء هذا العام والعوام القادمه ان شاء الله ان المساحه بس اللي بيتم العرض عليها يتم الاهتمام بيها في الاستيدج في المسرح على اساس ان هي تسمح لقطاع عريض ان هو الرؤيه بتاعته تكون افضل. احنا كل سنه بنطور عن السنه اللي قبلها اكيد، واكيد حضرتك شفت اختلاف كبير جدا كمان في اللوجستيات اللي موجوده السنه دي عن السنه اللي فاتت. طبعا منها اليو ارينا مثلا، غيرنا المكان علشان تستوعب اكبر عدد وتخدم الجمهور بشكل اكبر. اول فعلا وصلنا اتنقل لجوه. لا كمان النشاط الرياضي عجبني جدا كمان اللي موجود، الملاعب الصغيره للتنس وللجولف والحاجات ديت والفولي، لا حاجه جميله جدا يعني ان احنا خلي بال حضرتك الناس دي كلها لما بتيجي هنا يعني سواء شباب او اطفال او كبار وبياخدوا صور او بياخدوا فيديوهات بيحطوها على الحساب بتاعهم بينشروها، ده كمان بيدي فكره للناس عن العالم على مين وبيوضح لهم الصوره الجميله اللي موجوده هنا حتى لو ما كانش عنده القدره او الوقت ان هو يجي المكان عندنا هنا. وفي اقبال شديد جدا يعني انتوا عندكم الفعاليات بتاعتكم يعني الناس ما شاء الله في اقبال كبير جدا، الكبار قبل الصغيرين طبعا كمان. طبعا طبعا احنا يعني بنسعد جدا كمان بتفاعلهم مع الفعاليه، يعني لما الساحر بيأدي فقرته وحد من المواطنين بيشترك معاه في الفقره، لما في الرقصات بيشترك معاه في الحركه حتى لو كان من بره كده وهو بيتحرك كده في تناغم معاها، فده بيسعدنا جدا ان احنا بنقدم حاجه قريبه لقلوبهم ويعني ايه تلقى استحسانهم يعني. حضرتوا البرنامج ده في قد ايه؟ لا يعني الحمد لله احنا كان عندنا خبره من السنه اللي فاتت، فهو يعني ما اخدش مننا اكتر من اسبوعين علشان خاطر بس تسكين الفرق، لان حضرتك الفرق يعني مثلا فرقه اسوان هتيجي يوم 6 و8 العالمين، 7 و8 هتكون موجوده في الانفوشي، 9 و10 و11 مثلا موجوده في مطروح، فكل فرقه من الفرق دي برضو عشان خاطر يبقى برضو لمحافظه اسكندريه والمطروح والمصطفين مطروح نصيب من الجرعه الفنيه اللي احنا بنقدمها، وتبقى جوله برضو للفرقه في يعني واحده في كده حتى بيرجعوا بعد كده كمان على راس البر ودمياط والعريش، كل الاماكن دي احنا لنا فيها مكان بيتم فيه عرض كل الفنون التراثيه والشعبيه للهيئه العامه للكره والسكر. عفوا. فكان سهل ان انتوا تجمعوا كل هذه العروض وتكون موجوده معانا بشكل يومي هنا في مهرجان العالم العالمي. الحمد لله يا فندم، وارجو ان هي يعني تلقى استحسانكم واستحسان المواطنين. احنا سعداء جدا، انا مش عايز اقول لك احنا سعداء قد ايه يعني. انا اسعد يا فندم بجد. والله الله يخليك. استاذ احمد برضو ايه طموحك بقى وطموح وزاره الثقافه من خلال التعاون طبعا اكيد مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اللي انت حابب ان انت تقدمها وتكون موجوده في المهرجان السنه الجايه؟ ان شاء الله انا اتمنى باذن الله مع التطوير في الانشطه اللي بتقام وفي الدعم او في التعاون المشترك ما بين الشركه المتحده ووزاره الثقافه بكل قطاعاتها ان يتم عمل مركز ثابت للانشطه في العالمين، يعني جميل جدا ان يكون لنا هنا مسرح يعني ثابت مع مساحة من القاعات الصغيرة، احنا ممكن نعمل كمان أنشطة للطفل وموجودين هنا، الرسم على الوجه، نعلمهم الرسم، نعلمهم الحاكي، نعلمهم الفنون. ده موجود في مهرجان نبتة. يعني انا نفسي يكون في مكان ثابت بحيث ان احنا نشتغل كمان قبل مده المهرجان كمان، يعني طول السنه من خدمه للمواطنين طوال السنه، طوال حتى فتره الصيف 6 7 8 9 بيكون الناس موجودين، السبوت الجامد من خلال المهرجان يعني بيغطى اعلاميا اكتر، واللي اثناءه بيقام الحفلات على المسرح الروماني طبعا الكبيره، طبعا دي اللي بتستقطب برضو عدد مسرح اليو ارينا عدد كبير منهم بيبقى جاي قبل الحفلات بوقت، ممكن الوقت ده احنا استغله انا ان احنا نكون موجودين فيه. في كمان مطلب والله يعني بيطلبه، يعني اشكر حضرتك في السؤال ده، في مطلب للفرق عندنا، احنا عندنا فرق متميزه جدا، الفرقه دي بتمثلنا في الدول العربيه والدول الاوروبيه في اوروبا وامريكا، يعني انا قلت لحضرتك اخر فرقه كانت عندي كانت في فنزويلا فرقه القطاع الايقاعات، ليه ما نقدمهاش نص ساعه او ساعه على المسرح الروماني قبل الفقره الفنيه الرئيسيه للفنانين
الفنان المشهور اللي بيجي كل اسبوع. الجمهور بيجي قبليها بساعه او ساعتين او ثلاثه. انا لو قدمت لهم فقره من الفنون الاستعراضيه او فتره الايقاعات او الكرنفال اللي بنعمله من الفنون ده هيكون جميل جدا. ده انا بتمناه وبطلبه يعني. ده اقتراح حلو جدا واكيد واكيد الشركه المتحده هتاخده فيه يعني, على في عين الاعتبار. يا ريت لو جربوا يوم حتى كده يعني, انا اعتقد ان شاء الله انه هيعجبهم جدا وهيكون موجود طيله الحفلات باذن الله. اكيد استاذ احمد درويش انا بشكر حضرتك جدا لتواجدك معانا في الحياه في العالمين. شكرا لك. اشكرك جدا واشكر الجو الرائع اللي فيه ده, وباكد تاني ان احنا يعني نفخر ونفرح بهذا الانجاز العظيم على ارض مصر. شكرا لحضرتك. مشاهدينا لسه بنكمل معاكم فقرات الحياه في العالمين. بجدد التحية بكل مشاهدي قناة الحياة والحياة في العالمين, مستمرين معاكم في تغطية فعاليات مهرجان العالم عالمين في دورته الثانية. وضيفي دلوقتي هو الفنان نصر الدين محمد, مدرب ومصمم رقصات فرقة الحرية للفنون الشعبية وصاحب العرض الاسكندراني بافتتاح مهرجان الثقافي. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. احنا ابتدينا, بص انا عايز ابتدي معاك على طول بايه, باستعراض صيد العصاري عشان احنا وقت العصاري دلوقتي قبل ما يروح مننا. نتكلم عن الاستعراض ده. احنا عندنا في انواع طرق صيد معينه يعني كتير مختلفه, من ضمنها صيد العصاري, يعني انواع معينه من السمك بنصطادها وطريقتها بالصناره. يعني احنا بنصطاد بالصناره في اسكندريه ليها طريقه معينه, وعمق المياه عندنا مختلفه. يعني احنا مثلا لما يكون زي في النوة مثلا عندنا الاسماك اللي على البر شويه مختلفه عن اللي في العمق, لان انت عارفه فكره النوى والتيارات الهوائيه وكده. فصيد العصاري ليه رونق خاص شويه زي المغربيه, عارفه انت العصريه كده الحاله دي, بنصطاد فبنطلع اسماك معينه من انواع معينه من السمك يعني, ودي احنا بنتميز بيها في اسكندريه جدا. جدا يعني, وفي محافظات اخرى طبعا ساحليه, بس اسكندريه لها تميز خاص في موضوع الاسماك. طيب ممكن بقى ابتدي معاك في الحفل الافتتاح, الاستعراضات اللي اخترتها على اساس ايه وحضرت لها في قد ايه؟ هو انا طبعا احنا سعداء جدا اللي احنا العام الثاني على التوالي بنشارك فرقه الحريه السكندريه في مهرجان عالم عالمين, مهرجان العالمين الدولي. دي حاجه كويسه جدا طبعا لينا, واحنا بقدر الامكان قدرنا نوصل في الوقت المحدد لينا اللي احنا نمثل التراث السكندري المصري الاصيل في اطار رقصات تابلوهات مختلفه تعبر يعني بكيفيه ترقية الملايه اللف السكندريه, ازاي البنت تلبس الملايه اللف, طريقه انواع الصيد. يعني بتعلموا البنات ازاي بيلبسوا طبعا ارتداء الملايه اللف دي معروفه, يعني ازاي البنت تمسك الملايه اللي اساسها الاحتشام, وبناخدها بشكل وبنبدا نتحرك بالملايه, ما تبقاش الملايه ثابته في الايد وخلاص, لا ده احنا بنبدا نعمل شغل فيها, بنطور فيها الجمله, ازاي نتحرك بالملايه اللف, ازاي نلفها, البنت تلفها ازاي تحرك بيها بايديها, ما يبقاش الموضوع خطوات والملايه ثابته. واليشمك طبعا الاسكندراني ده حاجه من الحاجات العفه وبيداري البنت لوشها وكده, وفي اوقات بترفع اليشمك فيه, يعني حاجه من الحاجات الموروثات الشعبيه في التراث الشعبي بتاعنا الازياء.
الأزياء الشعبية دي حاجة مميزة، كل محافظات مصر لها زي مختلف، يعني أسوان والجنوب والصعيد لها زي مختلف بطريقة النوبة والملابس النوبية، الجزء بتاع العريش لبس العريش والشغل بتاعهم، جنوب سيناء يعني الشغل بتاع جنوب سيناء دوت ليه مستوى مختلف جدا، الجنعة اللي بتتلبس، البيت تلبس جنعة على طرحة زي الطرحة عندنا أو كده، جنعة كبيرة فيها شغل مشغولات يدوية، الشغل بتاع مطروح لبس مطروح والبنت بتاعت السلوت اللي بتنزل في الحجل ده لها طريقه معينه، الشوز اللي بتلبسه لها سيستم معين، الجيب اللي بتلبسها، كل دوت سعيده على الحركه الاستعراضيه طبعا كمان لمنطقتها. يعني احنا عندنا اقاليم مصر فيها تنوع ثقافي في الازياء وفي التراث وفي الاكلات الشعبيه، مصر غنيه فعلا جدا فعلا بالتنوع الثقافي اللي ليه خصوصيه اللي فعلا مش اخداه من حد. مظبوط، بالعكس احنا بنعدي الناس بثقافه بتاعتنا. كلامك فعلا مظبوط جدا، يعني انا عندي في جزئيه، انا بالمناسبه يعني انا رئيس القسم الافريقي في الاتحاد الدولي لمهرجانات الرقص التراثي فيدريشن انترناشونال دانس فيستيفال، الفكره هناك في الدول الاجنبيه بيحاولوا يجيبوا حاجات فيها تراث، وتروح اليابان يجيبوا لي حاجه قصاد الهرم، ما فيش حاجه اعمق من الهرم في التاريخ، التاريخ بتاعنا والتراث التاريخ العالم عمق طبعا في العالم كله، فاحنا عندنا هنا جزء جميل جدا اللي مهرجان زي دوت قدر يعمل في حاجه ثقافيه بشكل مختلف، مهرجان فيه جزء غنائي كبير، جزء رياضي، جزء تراثي وبيحافظ على التراث. يعني انا في جمله لحد دلوقتي مش قادر انساها من السيد رئيس الجمهوريه في احتفاليه رئاسه الجمهوريه في سوهاج، سيادته قال جمله جميله جدا، قال لك احنا يهمنا نحافظ على التراث المصري، الجمله دي لها الف مغزى. صح. عشان كده كل الرجاله في جميع المحافظات بعد الجمله دي فرقت كتير قوي معانا، حسنا لينا ظهر في المجال الثقافي نقدر نتعامل أكيد من خلاله ونحافظ على تراثنا الشعبي في كل منطقة وكل إقليم في مصر. ايه بقى العروض اللي انتوا هتقدموها خلال المهرجان الفترة اللي جاية؟ احنا في عندنا مختلف الاقاليم بتاعتنا، يعني احنا عندنا تنوع، احنا عندنا من اول العريش هيبداوا يشتغلوا في الفترة اللي جاية، هيبداوا شغل الدبكة وشغل العريش هيشتغل، الايقاعات المرواس والحاجات بتاعتهم، شغل مطروح، شغل الجنوب من اسوان، اسيوط، فرق ملاوي، فرق كتير جاية في مصر، وفي اسكندرية عندنا فرق اسكندرية، عندنا فرق متنوعة جدا من الـ من الـ من الفلاحي اللي هي الشرقية عاملة شغل قوي جدا، كان لسه من يومين فرقة التنورة التراثية من الفرق متميزة جدا على مستوى العالم مش مستوى مصر فقط أكيد. لأن التنورة ما فيش فرقة دولية بتتكلم على التنورة بشكل ده متخصص زي فرقة التنورة التراثية أكيد. احنا عندنا مصر فيه تنوع ثقافي، وأنا سعيد اللي أنا مصري، دي حاجة عايز أقول لك، ببقى قاعد حتى مع أصدقائي في التحكيم سعيد اللي أنا مصري. بتشوف إقبال الجمهور إزاي؟ الناس سعداء جدا، يعني نظرة عينيهم وعندهم تجاوب ونفسهم يبقوا بيقدموا، حتى نفسهم يتحركوا معانا ونفسهم يطلعوا على الستيج ويعملوا زي اللي احنا بنعمله ويبقى في مشاركه ليهم، واحنا بنبقى سعداء جدا. حد بيطلب منك انه يتعلم او ينضم للفرقه؟ مش عايز اقول مين. لا طبعا في كتير طبعا بيطلبوا دوت وبيبقى عندهم ده، وبنبعت لهم داتا من عندنا على الواتساب او كده، بنوريهم السيستم ايه، وفي ناس بيحبوا وبيجي معانا، احنا كل المجموعات اللي معانا طلبه جامعيين، يعني في الجامعه من اسكندريه، من اسكندريه ومن كل المحافظات، اي محافظه هتلاقي فيه فريق يعني لكن قومي. بالنسبه لفرقه الحريه هي من اسكندريه، من اسكندريه طول عمرها، من اسكندريه يعني. عمرها قد ايه؟ عمرها تقريبا من اواخر الثمانينات. معقوله ده عمر طويل فترة جدا طويلة. عمر بس بتضخوا اكيد دماء جديده طول الوقت، بس في اجيال كتير بتيجي فيها، يعني احنا من اجيال طبعا من الثمانينات في اجيال ولفوا لفينا العالم الحمد لله يا رب بدول كتير مميزه، الولايات المتحده الامريكيه عده مرات، واليابان، كوريا الجنوبيه عده مرات، وروسيا والصين، لفينا بلاد كتير يعني من خلال وزارة الثقافة طبعا، من خلال وزارة طبعا الثقافة دعم أكيد. كبير طبعا، وأنا سعيد جدا لجملة قالها الدكتور أحمد فؤاد هنو لسه من أول ما استلم، يعني قال جملة مفيدة جدا، قال لك هنعيد المشاركات الدولية تاني، عارفة الروح الفرحة للفرقة المصرية اللي تبدأ تشارك مصر تبقى موجودة في المحافل الدولية، بقلنا فترة ما كناش ظاهرين قوي في الموضوع ده، لو حصل ده تاني هيفرق كتير، وإحنا نتمنى العام القادم يبقى في العالمين في المهرجان فرق أجنبية، يبقى عندنا المهرجان مش فرقه مصريه بس للعرض بقى ولا كومبيتيشن يعني مسابقات، مسابقات نعمل الكومبيتيشن بشكل دولي، يعني يبقى معانا محكمين دوليين بالاضافه للمحكمين المصريين، ويبقى في رواج سياحي في المجال التراث الشعبي والرقصات الشعبيه المصريه من خلال دعوه فرق اجنبيه معانا، يعني دي هتفرق كتير جدا في المهرجان، ولسه ما اتعملش، يعني دي تاني سنه باذن الله اتوقع العام القادم يبقى فيه ده. انا ما تقلقليش ان حد ممكن يغلبنا بصراحه، لا خالص مصريين عامه، مش عايز اقول مستحيل. بس انا متحيز اسكندريه هذا لا على فكره مش تحيز يعني الغنى اللي فيه اللي احنا موجودين فيه اللي عندنا
مصر غنية فعلا بالتنوع الثقافي بتاعها، بالشخصية بتاعتها التراثية زي ما حضرتك تفضلت ولسه بتقول احنا عندنا الطبع الخاص، الخاص بالصعيد والخاص باسكندرية والخاص بالعريش والخاص تنوع ثقافي تنوع فظيع يعني. وشخصية عظيمة جدا. مش بتصوروا ليه العروض بتاعتكم؟ هو في ميزة يعني، مش ميزة، أساس الموضوع بتاعنا، احنا تابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، فالهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى مصر منتشرة بطريقة كبيرة، فيها أصول ثقافة منوعة في جميع المحافظات متنوعة، وفي بيوت ثقافة وفي أصول ثقافة وفي مراكز ثقافية، كل ده تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة. يعني عايز أقول لك موضوع بأعداد كبيرة جدا، يعني أعداد المتلقيين الفنانين حتى الورش اللي بتعمل بيجي فيها أعداد رهيبة في المحافظات. فإحنا عندنا ده، وعندنا موقع خاص بالهيئة العامة لقصور الثقافة فيه جميع الداتا للفرق والفنانين التشكيليين والفرق الشعبية العروض مصورة. العروض مصورة. عروض مصورة. طبعاً. طبعاً. ولقاءات وحاجات كتير جداً موجودة على الموقع الهيئة العامة لقصور الثقافة. هتقدموا إيه كفرقة حرية في المهرجان؟ هتقدموا الاستعراض تاني ولا عندكم استعراضات إحنا تانية؟ إحنا مربوطين الجزء عندنا للفرقة الإسكندرية، يعني بنقدم التراث الشعبي المنوط بمنطقة الإسكندرية شامل. يعني احنا بنقدم رقصات منوعه بس بقدر الامكان، لما احنا هنيجي كذا مره فمش هنعايزين نكرر العروض. يعني هنعمل التابلوهات اللي قدمناها ما نقدمهاش مره تانية، بحيث الجمهور يبقى شاف تنوع لو كان هو حد منه موجود. ممكن تكلمني بقى عن العروض بتاعت اسكندريه؟ ان هو مش عرض واحد، عروض اسكندريه بتقدم ايه من خلال عروض اسكندريه؟ الفلكلور ولا عامه؟ الاثنين. هو عامه في عندنا، احنا عندنا فرق اسكندريه فيها فرق مميزه جدا من الموسيقى الشعبيه، وعندنا فرق من الموسيقى العربيه مميزه جدا. الفلكلور عندنا عمق تراثي رهيب في اسكندريه، لان احنا عندنا حضارات كتير رومانيه ويونانيه، وانت عارفه متخيله طبعا اسكندريه طبعا أكيد. فعندنا شغل فيه عبق للتاريخ بطريقه كبيره جدا في اسكندريه. وانت بتقدم كمان على المسرح الروماني هنا، فمش حاسس طبعًا بغربه؟ لا، وهنا وكمان هو ده بقى لنفس الايفكت بتاعنا، لان احنا عاملين تابلوهات تعبر عن ده برضه. هي الايفكت كمان اللي احنا بنعمل كمان تابلوهات بتراث شعبي بشكل منوط، لو احنا اتوظفنا في حاجه مختلفه عن كده. يعني احنا دخلنا بره مثلا بره مصر وعملنا اوبريت كبير مع فرق دوليه، بنشارك بالجزئين المصري بتاعنا، الجزء الاسكندراني، فبيبقى مميز. احنا رحنا الصين عملنا الجزئيه دي، كان مهرجان كبير، وعملنا جزء عن اسكندريه بس عن الصيد الاسكندراني، وكان المخرج صيني وكان مبهور جدا بالطريقه بتاعتنا. فالموضوع الصيد الاسكندراني، الصيد طريقه الصيد، لان انواع الصيد عندنا مختلف، تصنيع المراكب، تصنيع السفن، احنا عندنا تصنيع السفن، كيفيه طريقه السفن مختلفه عندنا غير بتاعه العريش، غير بتاعه سوري بتاعه والعريش برضو فيها ده سفن. ده بيتقدم في العرض؟ لا، بيتقدم في العرض دايما بس مش في العروض الجماهيريه البسيطه، بيبقى في المسابقات الكومبيتيشن الداخلي. لان بيحتاج وقت طويل بنعجز الفرق اللي قدامنا يعني. طبعا، لان انا داخل انا بصنع لهم مركب، ازاي هصنع لهم مركب بادوات بسيطه تطلع على الستيج بشكل بسيط للجمهور ويفهمهم ازاي تصنيع المركب دي مختلفة عن دمياط. اكتر عرض قدمتوه وحصل انبهار من الدول التانية، ده بره مصر ولا جوه مصر؟ بقول من الدول التانية. من الدول شافوه. هو كان احنا عندنا العرض بتاع الصين ده كان فيه ابهار رهيب لما شافوا الموضوع، كان فيه تقنيات من عندهم ظهرت العرض بشكل عالي جدا، واحنا كان عندنا عبق في يعني في عمق للتاريخ بتاعنا وعمق للتراثي وصلنا للعالميه. احنا لو ما عندناش عمق تراثي وحفاظ على التراث بشكل قوي ما كناش هنوصل للعالميه وننجح بره مصر اكيد طبعا. طب سريعا بقى كده، العرض الجاي هيكون فيه اختلاف عن العرض الاولاني اللي كان في الافتتاح؟ هيبقى فيه اختلاف في الازياء، في التناول بتاعه، وهيبقى الموضوع مختلف. هتقدم ايه؟ احرق لنا شويه. هحرق شويه اكيد يعني. احنا الفتره اللي فاتت احنا عملنا التابلو اللي هو فيه بيتكلم عن الملاهي اللف وكده، هنعمل نوع تاني من صيد السمك اللي هيتقدم فيه، وهنعمل جزء تاني قريب لاسكندريه، العرب العمريه، منطقه في اسكندريه اسمها العمريه، فطريقه بدو وطريقه مختلفه من العرب العمريه هنقدمها دي في دخلت اسكندريه. وهنعمل حاجه لابو العباس، المرسي ابو العباس. الله. حاجه كده جميله كده، في ميكس فيها شويه. هتعملوها ازاي دي؟ مفاجاه بقى، احنا كده هنحرق العرض. ايوه عايزك تحرق طبعا. الحياة كده هتاخد كل حاجه. الله، قناه الحياه. طيب الفنان نصر الدين محمد، مدرب ومصمم رقصات فرقه الحريه للفنون الشعبيه وصاحب العرض الاسكندراني للافتتاح، انا بشكرك جدا لحضرتك على جدا وسعيد جدا على هذا اللقاء. شكرا. ألف شكر يا فندم. شكرا. شكرا لك يا فندم. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في فعاليات مهرجان العالم عالمين، ابقوا معنا. كل مكان في مدينة العالمين هو تجربة فريدة من المتعة والجمال، زي المنطقة الترفيهية اللي من ضمن المناطق في مدينة العالمين اللي بتستقبل الجمهور من كل مكان. المكان فعلا مجهز بكل حاجة، بتدعو للترفيه،
وكل الناس اللي جايه من خارج العالمين، كل حاجه مجهزه للانسان يستمتع بحياه جميله جدا، من بحر، من جري، من مشي، من كل حاجه. بصراحه افضل مكان ترفيهي شفته حاجة جميلة جدا على أرض مصرية، وبمستوى يعني خلينا احنا كمصريين نفتخر ان ده موجود. العلمين المنطقة في حاجات حلوة قوي، وانا بستمتع كل سنة فيها، في ألعاب كتير قوي هناك، نيجي هنا مخصوص عشان نلعب وكده. الأولاد بتتفسح وبيتفرجوا على الفقرات، وحاجة يعني مسلية يعني. ما شاء الله حاجة كويسة وحاجة جميلة، والأجواء جميلة كمان. بجد أنا مبهور من المنظر والتفاصيل اللي موجودة فيها والفيو. فعاليات كتير بتقام في المنطقة الترفيهية سواء رياضية أو ثقافية، بيستمتع فيها الجمهور بالتجهيزات المتوفرة، وخاصة الأطفال اللي بتترسم الفرحة على وجوههم. الفيو جميل، البحر حلو، وبحب أروح هناك أعمل شوبينج، في أكتيفيتيز كتيرة قوي. بحب أجمع صحابي ننزل البحر، نروح السينما، في أماكن كتيرة لو عايز تاكل، عايز تدخل السينما. لسه ما جاش الفيو حلو جدا، وفي شوبينج وتتفرج سينما زي ما انت عايز، ولو حتى بس عايز تيجي مع عيلتك او مع اصحابك تقعد على البحر كده تتفرج. عارف عجبني فيها الفيو والبحر والاماكن زي السينما والمولات. لا انا ما كنتش متخيل ان المكان هنا يبقى كده، حاجة تحفة بجد. الممشى جميل، المول ما شاء الله عليه، يعني بجد منظر جميل كتمشية كبرضو لكل الطبقات. يعني كل يوم بتقدم مدينة العالمين الجديدة فقرات مختلفة للمواطنين، وبترحب بكل زائريها، وبتوفر لهم الجو والبيئة المفعمة بالطاقة الإيجابية واللي بتصنع البهجة في وجوه كل الموجود فيها. مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة والحياة في العالمين، مستمرين معاكم في تغطية فعاليات مهرجان العالم عالمين في دورته الثانية، وضفت دلوقتي الناقدة الفنية دعاء حلمي. برحب بيك يا دعاء. اهلا وسهلا بيكي، واهلا وسهلا بكل مشاهدين في العالمين. انت طبعا سعيدة جدا بالاجواء اللي حاصلة. اكيد فنية، منين ما تروح يمين وشمال في كل مكان اجواء فنية، فانت اكيد مبسوطة جدا. اكيد. كلميني عن اكتر بقى الانشطة الفنية اللي انت يعني فرحانة بيها جدا حصلت ورصدتيها ازاي؟ حالة التزاوج اللي ما بين الثقافة المصرية، اسهامات وزارة الثقافة، اسهامات السيرك القومي، اسهامات الفنون الشعبية، فكرة التمازج ما بين الماضي بتاعنا، المؤسسات اللي راسخة بقالها سنين ان هي تبقى ليها مشروعات او تقدر تقولي اسهامات في المهرجان هنا، ده بيديكي تزاوج كده ما بين التاريخ، لان مصر ما هياش الفن مش اول امبارح، فبالتالي ان انت تستفيدي بالعناصر الفنية اللي عندك والقوة الناعمة اللي الناعمة بجد واللي بقالها جدور وبقالها سنين، تستفيدي بيها انها تبقى هنا في كشاف النور الجميل اللي بيضرب على سواحل البحر الابيض المتوسط، ده معناها ان انت بتعرفي تعملي المزج ده ما بين التاريخ وما بين الاصاله وما بين نقدر نقول التقدم والمعاصره بابهى صورها. دعاء انا عجبني قوي تعبيرك بتاع كشاف النور اللي احنا بنطلقه من هنا من العالمين. الحقيقه فعلا ده يعني تعبير رائع الحقيقه منك بجد، يعني فقت فيه جدا. قولي لي دعاء، دلوقتي احنا عندنا يعني حفلات غنائية، وعندنا حفلات مسرحية بالضبط جدا، وعندنا كمان أنشطة للأطفال، عندنا مسرحية للرائعة الجميلة دنيا سمير غانم من خلال مهرجان نبتة. كلميني بقى عن كل هذه الفعاليات. انت فعلا مهرجان كما يقول الكتاب، فكرة تمازج كل الفنون اللي حضرتك اتكلمتي فيها مع فكرة الاستعراضات، مع فكرة انت بتستعرضي كل قوة مصر في هذه البقعة الثرية الجميلة العظيمة، اللي هي كمان مش مجرد بحر، انت مش مجرد ساحل شمالي او بحر، لا، المكان ده ليه عبق تاريخ، في حروب دارت هنا، في دماء طاهرة راحت في حروب كتير، فمعناها الارض حولناها تماما، مليناها حياة. بالظبط، ان انت تحولي الطاقة السلبية الشديدة اللي كانت في هذه الارض، الالغام اللي قدرتي تطهريها، فان انت تحوليها لمصدر للطاقة الايجابية، هذا الشفت الطاقي اللي يعني بعلماء الطاقة بيسموه شفت طاقي،
تحول عظيم جدا ان من عز الضلمه يطلع فعلا كشاف نور في المنطقه دي، لان انت هنا في المنطقه دي ما انتش لوحدك، انت في عندك دول البحر الابيض المتوسط الناحيه الثانيه، فمعناها ان انت تقول لهم انا موجوده، انا مناره، انا اسهامات حضاريه، تعالوا شوفوا فني القديم المتاصل، تعالوا شوفوه بعد الابديتنج اللي حاصل. فكره وجود ان انا الاطفال كمان بعمل لهم حفلات ليهم، انا بهتم بكل الاعمار، اللي بيحصل هنا حقيقي شيء يدعو للفخر. انت ما انتش مجرد مهرجان فيستيفال زي ما بنشوف مثلا في الدول العربيه او في الدول الخليجيه قايمه على فكره المولز او الشوبينج او التسوق، لا، انت ليكي جذور، فان انت تستعرضي هذه الجذور بفكره ان انت كمان في شوبينج بيحصل، ده شيء لطيف جدا. يعني هنا في شوبينج كمان يعني ده وده عشان ست البيت المصريه. ما انا قلت يا يعني ضيفتي طالما هي امراه فاحنا هنتكلم اكيد عن الشوبينج. هنتكلم عن ايه؟ طيب انا بس عايزه اسالك برضو، احنا خلينا نتكلم في نبتدي شق شق، نتكلم عن مثلا الحفلات الغنائيه. احنا عندنا تنوع على في اليو ارينا في الحفلات اللي بتقدم من خلال الشركة المتحدة. ابتدينا طبعا بحفلة الكينج محمد منير، نجم اللي ما فيش حد ما بيحبوش في الوطن العربي طبعاً. كله على المستوى العالمي كمان كله. صحيح. كانت حفلة ضخمة جدا وكان إقبال جماهيري عليها كبير جدا وحققت نجاح عظيم حقيقة. كانت معاه كمان النجمة دينا الوديدي في نفس الحفلة. فلو حضرتك تكلميني عن انطباعك عن حفل الافتتاح. الميكس اللي حاصل، انا عجبني فكره ان انت اصل فكره الفصل او فكره البرمجه المجتمعيه، فكره ان انت تقدمي نجم كبير وجنبيه مثلا نجم كبير كمان، او ان انت تبقي متخصصه في حاجه واحده، لا، فكره الميكس والتمازج ده بيدي صخب وحياه. فانت الفنان الكبير محمد منير اللي جاي من عبق النوبه وعبق الاصاله مع دينا الوديدي اللي هي تقدر تقول ممثلة لشباب كتير جدا، انا بحب دينا الوديد، بحب اغانيها جدا. فبقيت مستمتعة ما بين الاغاني اللي اتربيت عليها للكينج محمد منير وما بين اللسان الجديد للشباب، فاكيد الشباب اللي كانوا موجودين وده ظهر من خلال الحفلة، الشباب كانوا مستمتعين جدا ان هم بيشوفوا الوجدان بتاعهم، الاغاني اللي هم حافظينها صم بوجود محمد منير وكذلك وجود دينا الوديدي. الاستعراض بقى الفلسطيني كمان اللي تقدم. انت لازم تبقى ليكي بصمه في الاحداث اللي بتحصل ده، فده انا لفته راقيه ولفته جميله، لان الحقيقه لا، لو اتكلمنا على الدور المصري في وجود القضيه الفلسطينيه، لا، احنا قدمنا مسلسل، قدمنا فيلم سينما. الحقيقه ان اسهامات مصر حتى في مجال الفن احنا طول الوقت سباقين في القضيه الفلسطينيه، وطول الوقت احنا اكتر ناس حاطين عليها سبوت، فان انت تاخدي احنا متبنيينها تماما في كل المجالات ده الحقيقة. في كل المجالات الحقيقه وبالذات في الفن المصري. انت كان عندك اول فيلم سنه 48 فتاة من فلسطين، فانت طول الوقت شايل عبء القضيه الفلسطينيه، فكمان يبقى في مهرجان العالمين انت ما نسيتيش حاجه زي كده، انت موجوده معاهم، ان انت مصدر نور زي ما قلنا، وانت مصدر بهجه للشعب الفلسطيني، فان هو يتم ذكره ويتم تمثيله في احتفاليه ونقدر نقول. عايزين برضو نقول ان الشركه المتحده يعني وهبت 60% من ارباح المهرجان للدوله الشقيقه لدوله فلسطين الحقيقه. يعني ده حقيقه الشركه المتحده الحقيقه طول الوقت بتفاجئنا كلنا، كسواء صناع للعملية الفنية أو كجمهور سباقين بخطوة، انتوا عايزين ايه؟ احنا شفنا السنة اللي فاتت هذا الموسم الدرامي الرمضاني العظيم الحقيقة، اللي قبليه حاجة واللي بعديه حاجة تانية خالص. انت راجعة تاني بالدراما التاريخية بتقولي انا موجودة، انا ام الدراما التاريخية، انا ام الحكاية، فلما تتحكي تتحكي صح ومظبوط وبالحلاوة دي، الحقيقة كانت شيء يدعو للفخر. فالشركة المتحدة طول الوقت بتفاجئنا بحاجات مش في خيالنا، فالميكس اللي حاصل ده بقى انا في قمه سعادتي ليه. اجنده الحفلات بقى مليانه تنوع رهيب جدا ما بين نجوم كبار جدا 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 ونجوم شبابيه علشان نراعي كل الاذواق. فعندنا مثلا في الويك اند حفل النجم الكبير القيصر كاظم الساهر، وكمان هيليه على طول بعديه النجمه ماجده رومي، في تعاون ما بينهم هما الاثنين اصلا في لحنين، يعني كاظم الساهر ملحن لماجده او النجمه الكبيره ماجده رومي اغنيتين، وهيكون طبعا النجمه الكبيره برضو ماجدة الرومي هتكون بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي. بتشوفي ده ازاي؟ اولا كاظم الساهر بقاله سنين طويلة ما غناش في مصر. كاظم الساهر قيمة فنية عربية اصيلة كبيرة، برضو تربينا على اغانيه، فان هو يرجع تاني ويرجع من مهرجان العالمين مش بس اضافة، ده انت بتقولي انا ام الفنون، وانا فعلا هوليود الشرق، ان انا الفنان العربي الاصيل
الحقيقه منيرين في كذا دوله عربيه. فان الفنان كاظم الساهر يرجع يغني من هنا من مصر تاني ومن العالمين حدث قوي جدا. يعني انا نفسي اتفاجئت ان اخيرا هنسمع كاظم الساهر، كلنا متشوقين جدا لاغانيه والحفلاته. والصدى الكبير ان انت بتقولي انا جايبه من لبنان ماجدة الرومي، جايبه من العراق كاظم الساهر، من الدول اللي بقالهم كتير ما جوش، ماجدة الرومي بقالها سنين. فلا واضح ان احنا بنرجع تاني لفكره رياده الفن ورياده الاعلام المصري ورياده الغنوه المصريه والبهجه المصريه. خدي بالك كاظم الساهر لما بيجي بيغني الاغاني المصريه، وكذلك الفنانه الكبيره ماجدة الرومي. فالحقيقي لفته قويه وجريئه وحقيقي مفاجاه عظيمه ان الناس دي ترجع تاني تغني من مصر. وعقبال يا رب ما فيروز نقدر نجيبها تقدر تغني في مصر تاني، انها ترجع تغني اصلا ان شاء الله مش بعيد اكيد. دعاء عمرو دياب خلاص التذاكر بتاعته قربت تخلص، بتشوفي طبعا يعني الناس والاقبال الكبير اللي بيحصل على حفلات الهضبه ازاي، وخصوصا ان هو بيغني هنا بقى في العالمين في مهرجان العالم عالمين. عمرو دياب اعتقد ان كل جيلنا بيحب عمرو دياب، ممثل خير سفير لجيلنا، هو كل الاجيال متهيألي عظيم وبراند حقيقي. وده الفرق بين الفنان البراند والفنانين اللي ممكن تستغرق وجودهم 3 سنين او 4 سنين بالكتير وممكن تنسيهم بعد كده. لكن عمرو دياب الحقيقه ان هو كان رائد في الساحل الشمالي من قبل حتى اي مهرجانات ومن قبل الفتره دي. مزبوط. هو سباق لمنطقه الساحل الشمالي، وكان هو اول واحد حط سبوت كده عليها وكل الناس بعد كده بقت تطلع الساحل الشمالي. فنقدر نقول ان نهضة الساحل الشمالي الحقيقة لو يعني نقدر نقول ان هو قص شريط الساحل الشمالي بوجوده وحفلاته واصراره انه يبقى موجود. ده شيء هايل وعظيم، ولسه عايزين منه تاني اغاني حب. قد ايه محتاجين لاغاني الحب، يسيبوا بقى من الاغاني اللي فيها ايه هجر وقسوه وانت اسمك ايه بقى الاغنيه الاخيره بتاعته اللي هو انا مش فاكر اسمه. لازم يغني اغاني حب كتير برضو يعني. ايوه بس ما فيش حاجه اسمها مش فاكر اسمك، زعلتني. هنفكر اللي جاي هنفكره باسمها. حاضر اغاني حب بس. طيب دعاء برضو الى جانب بقى النجوم الكبار دول، عندنا ويجز، عندنا مسار اجباري، عندنا سعاد ماسي، عندنا حفلات كتير جدا بتراعي كل الاذواق. بتشوفي بقى النجوم اللي هي بقى بتجذب الشباب اكتر، بتشوفيهم ازاي الحفلات دي؟ تعليق ايه؟ ويجز تحديدا انا من عشاق او من بسمع اغاني ويجز. ممكن يكون صوته مش قد كده كمؤدي، لكن الحقيقه احساسه وتعبيره واختياره الكلمات بيبقى عليه اقبال جماهيري. الدنيا بتبقى انا حقيقي من مريديه يعني. بحب جدا كل حفلاته. الشباب الجديد السنه اللي فاتت كان مكسر الدين. الشباب الجديد والله فكره ان احنا نبص كده بفوقيه ونقول لا ايه الاغاني الجديده دي وايه الاغاني اللي بتقدم مضمون خفيف، لكن الحقيقي لا، هم بيعبروا عن الشريحه بتاعتهم، بيبقوا فعلا سفراء ليهم. فخطوه ان انت بتقدمي الشباب اللي بعض الفنانين الكبار بيبصوا لهم على ان ازاي نجيب الناس دي، لا الناس دي ليها جمهور، الناس دي ليها تواجد، الناس دي بتقدم كلمات صادقه بتعبر عنهم، بتعبر عن همومهم. فبالتالي هم كمان اعتقد ان ويجز كمان هيبقى اسم براند زي عمرو دياب وزي فنانين كبار عندنا بيستمروا سنين طويل لانه صادق وقادر يعبر. فدي ميزه الشركه المتحده ان هو مش غايب عن نبض الشباب الجديد اللي بيتم في حفلاتهم. طب ايه هم بيحبوا ايه؟ فان انت تبقي ابديت وتبقي متابعه وتبقي كمان في الصداره للشباب اللي زي الورد ده عشان تقدري ان انت تعملي لهم تقل اكتر. ده يعني انا هحضر حفله ويجز عشان بحبه. هحضرها معاكي. دعاء طيب احنا عندنا كمان في مهرجان العالم عالمين احنا عندنا مسرحيات كتير جدا. في مسرحيات بتبقى لوجوه جديده، ده طبعا بتدعم دايما الشركة المتحدة الوجوه الجديدة وتحب ان هي دايما تضخ دماء جديدة على في الفنون عموما يعني. فعندنا طبعا مسرحيات وجوه جديدة، وعندنا مسرحيات كمان لنجوم كبار زي كريم عبد العزيز، نيلي كريم، حسن رداد، ايمي سمير غانم. برضه تعليقك على المسرحيات دي. هنا انا واقفة فكرة ان انت ترجعي للمسرح تاني، ولان المسرح للاسف في مصر كان تعرض لكبوات بحكم فكره العصر المتقدم وان الناس ما بقالهاش طاقه انها تروح مسرح. ففكره المغامره والريسك ان انت تنزلي بمسرحيات جديده ومسرحيات فيها نجوم كبار ومسرحيات في مكان مش ما فيهوش مسرح اصلا، انت كل منطقه العالمين او الساحل الشمالي ما فيهاش مسرح اساسا. فبالتالي ان انت دي مغامره جريئه جدا وقويه جدا.
لان الفتره اللي فاتت كنا دايما بنقول المسرح راحت عليه وخلاص وانتهى ومحدش بقى. بالعكس والله دعاء، احنا بنقول احنا عطشانين المسرح، او فين المسرح راح، فين المسرح؟ هو ده بقى التحدي. انت هل هتقدمي مسرح بيناقش قضايا عصريه، ايقاعه سريع، لان الناس برضو ما بقتش بتستحمل فكره ان انا اقعد 3 ساعات ونص في مسرحيه، ده موضوع مرهق جدا. التحدي الاكبر ان بقينا بنشوف مسرحيات كتير بتقام في دول عربيه بنجومنا المصريين، يحتسب لنا طبعا، بس في النهايه ان انت بقى بتقولي لهم لا تعالوا بقى المنطقه دي بتاعتي وانا اللي هشوف هوريكم ازاي بقدم المسرح بتاعي، فدي في حد ذاتها تحدي قوي جدا. النقيده الفنيه دعاء حلمي، انا بشكرك جدا على تواجدك معايا النهارده في الحياه في العالمين. شكرا لك، ويا رب دايما العالم في العالمين يا رب دايما ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكي جدا مشاهدينا، ودي كانت حلقتنا النهارده في الحياه في العالمين. لسه مستمرين معاكم دايما، وكل يوم بنغطي لكم كل فعاليات مهرجان العالم عالمين. بشكركم جدا.